وخلينا نبدأ معاكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر بالنشاط الرئاسي، وتحديدا كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الحوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية. وقال سيادته أن الدولة المصرية جزء من اقتصاد العالم، ولابد من وضع التحديات اللي بتواجه العالم في الاعتبار، وأننا فقدنا حوالي من 6 ل 7 مليار دولار في آخر 10 شهور فقط بسبب الأحداث في المنطقة. الأزمة الاقتصادية ومسار الإصلاح الاقتصادي، وإحنا أيضا في هذا الأمر عملنا يعني برنامجين، برنامج في 2016 وده نجحنا فيه، بس أنا نجحنا فيه مش بس بجهدنا ولكن باستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما كنا نحن عليه الآن. أما البرنامج الحالي اللي إحنا شغالين فيه وده مهم، ودي رسالة بقولها لينا ولمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر، الصندوق والبنك الدولي وكل المؤسسات، إن إحنا بنعمل هذا البرنامج في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، وبيتقال إن هيبقى فيه ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات أو القليلة القادمة نتيجة التداعيات لهذا الأمر. طب ما إحنا جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي برنامجنا اللي احنا شغالين بيه ان ما تحطتش في الاعتبار التحديات اللي انا بتكلم عليها ديت، ولما نيجي نقول ان احنا فقدنا 6-7 مليار دولار خلال فقط 7-8 شهور الماضيين، وان الامر ده محتمل انه يستمر معانا لمدة سنة كمان نتيجة التداعيات اللي احنا بنشوفها، يبقى اذا البرنامج اللي احنا متفقين فيه مع الصندوق، وده امر مهم انا بقوله للحكومة وبقوله لنفسي، إذا كان التحدي ده هيخلينا نخضع على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق.